فاطمة المرنيسي كاتبة الإسلام والمرأة خرجت للتعلم في زمن كان النساء لا يرون الحياة إلا من خلف الحائك أو النوافذ. صنفتها جريدة الغارديان ضمن لائحة النساء الأكثر تأثيراً في العالم. عاشت 75 سنة مليئة بالتحدي والنضال والبحث. أخذت العلم من فاس والرباط وفرنسا ثم الولايات المتحدة. تخصصت في علم الاجتماع ودرسته في جامعة محمد الخامس بالرباط. كتبت العديد من المؤلفات منها سلطانات المنسيات، الحريم السياسي، شهرزاد ليست مغربية وغيرهم. رحلت فاطمة وتركت في ساحة النضال النسوي بالمغرب أثراً كبيراً.